في يوم من الأيام حصل حدث كبير جدا صعب، وتم اختيارك عشان تقدم أو توجه رسالة لها علاقة باللي حصل في تفجيرات الأقصر. صحيح صحيح. طبعا الجيل ده برضو مش هيعرف، لكن في المرحلة دي هما كانوا قتلوا كم، الإرهاب كان قتل كم من السواح في منطقة في الأقصر، وبعديها مصر حبت تعتذر عن ده قدام العالم. فلقيت التليفون بيتكلموا بيقولوا لي اطلع على المطار جاري من اليونيسف. قلت لهم في ايه؟ قالوا لي هتركب الطياره وتروح الاقصر. يا جماعه في ايه؟ فوقتها قابلت السيد الوزير الاسبق فاروق حسني وقال لي ابراهيم احنا اخترناك عشان تعتذر عن العالم. كان في احتفاليه، ما كان احتفاليه جباره. انا عمري ما هنسى الطبول وهي بتطبل، كل الأوبرا كانت هناك، الموسيقى بتلعب، عمر الشريف وكبار النجوم كانوا هناك، عمر الشريف وطبعا الرئيس كان موجود والقرينة وكل السفراء وكل الدنيا كانت هناك واقفة عشان الاعتذار ده. لو أفتكر أو تفكرني يا دكتور إبراهيم، هو بعد الحادثة الإرهابية الشنيعة طبعا كانت سيئة جدا على المستوى الإنساني وعلى المستوى السياحي والاقتصادي وعلى مستوى السمعة الدولية. الأقصر دي طبعاً يعني أثار العالم اللي موجودة، عملية إرهابية. بعد فترة قالوا احنا لازم نعمل إيفنت أو نعمل فعالية، مش نعمل فعالية كبرى في الأقصر في نفس المكان للتأكيد على أنه المكان آمن وأن احنا نوجه رسالة للعالم. يعني بالزبط. مش كانت الترتيب بالزبط كده؟ بالظبط كده. وقتها بعتوا كمان صوت نجيب محفوظ كان لسه عايش، فبعتوا الصوت. يعني أنا قدمت الأول كلمات نجيب محفوظ، فهو بقى عمل برضو رسالة للعالم بصوته واحنا في الاحتفالية دي. ويومها طبعا كنت واقف مرعوب، عايز اقول لك طبعا مرعوب. فواقف كده ولقيت مين جنبي؟ عمر الشريف. بقول له طب اقول ايه يا عمر؟ اقول ايه؟ وات دو اي سي؟ قام طبطب عليا كده قال لي جاست بي يور سيلف ابراهيم، يعني خليك نفسك، اتكلم من قلبك. احنا عايزين نقول للعالم ان وجودنا هنا النهارده، كل شباب مصر، كل شعب مصر، كل حكومة مصر بتقول للعالم لا للإرهاب، لا للإرهاب في محاولة لتوصيل عزائنا. بنقول احنا اسفين على اللي جرى،